صفة العينين لله سبحانه وتعالى، فإن ربنا تعرف إلى عباده بأن له عينين يبصر بهما، وجاءت هذه الصفة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأورد المؤلف من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وأورد أيضا من الأدلة على ذلك قوله تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وأورد قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فذكر ثلاث آيات كريمات تثبت العينين لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشارح وفقه الله: في هذه الآيات إثبات صفة العينين لله عز وجل، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله عز وجل. وقد سبق أن الإيمان بالله هو الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول الكتاب إلى هذا الموضوع وإلى ما بعده هي تبع لقوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الصفات إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى.